السلام عليكم. تعرف مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. ربنا عندي 3 أسئلة. اتفضل. السؤال الأول، أنا بلعب رياضة وفي بنطلون كده بتاع الرياضيين بيكون من فوق شورت ولازق فيه بنطلون، بس الشورت بيكون فوق الركبة والبنطلون اللي تكملته لحد تحت ضيق شوية أو استريتش شوية، فهل يجوز إن أنا ألبسه أو أمشي بيه في الشارع أو أصلي بيه أو كده؟ تلبسه، لكن ليس هذا لبس المحترمين. ليس هذا، بس ما فيهاش مشكلة يعني، مش حرام. لا، انت تقول لابس شورت وتحت الشورت استريتش بنطلون ولازق فيه، هو معمول كده للرياضيين عشان ما يبقاش فوق الركبة، ما يبقاش عورة يعني. ايوه، لكن هو يجوز لبسه، لكن ليس هذا لبس الوقور.